الخير مشاهدينا، واهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده، والنهارده يوم الخميس 20 اغسطس 2020، وواحد من محرم 1442. كل سنه وحضراتكم طيبين، والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب، وتكون كده سنه سعيده علينا ان شاء الله بمناسبه العام الهجري الجديد لسنه 1442. دايما ندعي بالتوفيق لاولادنا، ودايما يكونوا متفوقين دايما ان شاء الله، ودايما ندعي بالصحه، وربنا يا رب يكشف ويبعد عننا الوباء والامراض وكل حاجه وحشه، لان اهم حاجه الدعوات في الوقت ده بتبقى جميله جدا، وكمان بتبقى سنه هجريه سعيده علينا وعلى الامه الاسلاميه. فدايما يكون عندنا تفاؤل وامل ان شاء الله، وان يكون عندنا صحه يا رب. دي اهم حاجه اتعلمناها من كوفيد-19، ان احنا قد ايه ناخد بالنا من صحتنا كويس جدا، ومن صحه اولادنا وصحه الناس اللي احنا بنحبهم. لان في سنه 2020 الصراحه يعني كلنا مرينا بظروف صعبة قوي علينا، وفقدنا أعز الناس وأغلى الناس وأحب الناس على قلبنا، وهم الناس الطيبين قوي، يعني اللي يطلق عليهم فعلا الناس الطيبة. فربنا يرحم كمان موتانا كلهم يا رب، وتكون سنة جميلة علينا إن شاء الله بإذن الله. طبعا شيء مهم جدا جدا إن احنا نتكلم بمناسبة العام الهجري الجديد لسنة 1442. عايزين نعرف إزاي ظهر التقويم الهجري، وكمان الدروس المستفادة من الهجرة النبوية. هيكون معانا على التليفون الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف، وهتكون معانا الفقرة الثانية مشاهدينا. دايما زي ما عودناكم هنتكلم عن هي الطب، يعني الفقرة الطبية هنتكلم عن طبعا بنشتكي كتير جدا من وسقوط الشعر، وكلمنا قبل كده كتير جدا عن تساقط الشعر، فبيبقى شيء الصراحة متعب، وبيعمل حالة قلق كمان لأي حد عنده مشكلة في تساقط الشعر. فشيء مهم جدا إن احنا نعرف الأسباب، وإيه هي التقنيات الحديثة إذا يعني توصلنا إلى إن احنا ممكن نعمل زراعة شعر. طبعا شيء مهم جدا جدا ان احنا يكون عندنا التوعيه اللازمه، لان احنا ازاي نحافظ على صحتنا، وازاي نحافظ على شعرنا وبشرتنا وضوافرنا. طبعا شيء مهم جدا، وده بيجي من التغذيه، وازاي تنظم وقتك كويس جدا في النوم، وكمان ان انت تلعب رياضه. دول شيء مهم جدا، دول في حياتنا اليوميه. وبعد كوفيد كمان 19 بقى نمط حياتنا السلوكيه اتغير خالص، سلوكياتنا اتغيرت، بقى عندنا وعي، بقينا فاهمين ان احنا ازاي نهتم بنفسنا كويس جدا وبصحتنا، وكمان صحه اولادنا. المشكله اللي تقابلنا كمان المراهقين بيبقى عندهم تساقط شعر، الام ما بتعرفش ايه السبب، هل من التغذيه، هل من عدم النوم، من عدم الاهتمام بالرياضه. طبعا بتبقى في اسباب كتيره جدا، دي اللي هنعرفها النهارده معانا. وكمان في جزئيه ثانيه، في اضرار كتيره جدا بتقابلنا لما السيده تحب تعمل بوتكس او فيلر او بلازما. ايه الاضرار اللي ممكن تقابلها اي سيده لما تيجي تحقن اي مكان في الوش؟ وعايزين نعرف كمان ايه الفرق بينهم، وايه المضاعفات، وهل فعلا اي سيده ممكن تقدر تعمل فيلر وبوتكس وبلازما؟ على اي سيده ممكن الموضوع ما يحصلش مضاعفات ليها او اي حاجه؟ طبعا في الفتره الاخيره حصل مضاعفات كتيره جدا لسيدات، وبقت في مشاكل كتيره جدا. ده اللي هنعرفه النهارده مع الدكتور اللي مشرفنا، احمد عبد السلام، اخصائي التغذيه العلاجيه. طيب هيكون معانا على الهاتف دلوقتي عشان نتكلم بخصوص العام الهجري الجديد، معانا الشيخ محمد سمير البنا. الو، السلام عليكم يا فندم. اهلا اهلا، عليكم السلام، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضراتكم طيبين، والامه الاسلاميه بخير، والى الله اقرب وعلى طاعته ادوم ان شاء الله. اللهم امين، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير، والامه الاسلاميه كلها بصحه يا رب وسعاده ان شاء الله. في البدايه شيخ محمد، عايزين نعرف ازاي جه التقويم الهجري، نعرف مشاهدينا. الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يوافق القران ويوافقه القران، الذي كان يتنزل القران من عند الرحمن موافقا لراي الفاروق عمر، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك يا عمر، الذي قال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم:
لو كان بعدي نبيا لكان عمر. الفاروق عمر يتشاور مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فقال أشيروا علي، كيف نقوم التاريخ أو التأريخ؟ فقالوا ببعثة النبي أو بميلاد رسول الله. قال الميلاد مختلف فيه. قالوا ببعثة رسول الله. قال البعثة مختلف في تاريخها. قالوا إذن أشر علينا يا فاروق الأمة يا أمير المؤمنين. قال يكون بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. وهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت هجرة من الديار الكافرة إلى الديار المؤمنة، كانت هجرة فيها السعة، كانت هجرة فيها تمكين عبادة الله عز وجل في الأرض التي رسمها له رب العالمين، حتى قال رسول الله: أريت دار هجرتكم، أريت دار هجرتكم بين لابتين أي جبلين أراها يثرب، وهي المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك طبعا لو نظرنا لوجدنا أن هناك دروس وعبر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شيخ محمد، ده شيء مهم جدا طبعا، وطبعا الفاروق عمر بن الخطاب طبعا يعني زمان كان ما بيبقاش فيه تقويم، بقى كان بيكتبوا شهر شعبان شهر رجب، ففي الفترة دي طبعا الفاروق عمر كان ذكي جدا ودايما بيبص لمستقبل البشرية قدام، هيعرفوا ازاي التقويم فيما بعد. فده شرح جميل جدا لحضرتك. طبعا فعلا الدروس المستفادة من الهجرة النبوية برضو شيء جميل جدا، نعلم أولادنا طبعا. تمام يا فندم. من الدروس المستفادة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التضحية. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي ببلد نشأ على ترابه وتربى وترعرع تحت سمائه. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للهجرة إلى المدينة يقف على جبل من الجبال وينظر إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحبيب صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا. كذلك صهيب الرومي يضحي بماله من أجل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي استوقفه مجموعة من الجنود من المطاردين من المجرمين ويقولون: إلى أين يا صهيب؟ جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد الآن أن تهاجر إلى محمد في المدينة بهذا المال، بكل هذا المال؟ قال: لو تركت لكم المال خليتم بيني وبين رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: المال عندكم في مكان كذا. فإذا به يذهب إلى رسول الله فوجد الوحي سبقه إلى رسول الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فنظر إليه رسول الله وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. الدروس كثيرة طبعا طبعا. أن أستفيد استفدت، ولكن أحترم وقتك وأحترم من معك من الأضياف. أسأل الله أن يبارك في هذه الحلقة المباركة، وفي نفس الوقت نسامح بعض يا شيخ محمد يعني، ويكون في منا تسامح وحب كلامك طيب. يعني والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنزلت وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. رسول الله خرج مطاردا، رسول الله أوذي في مكة، رسول الله خرج بلا مال، تاركا العشيرة وتاركا الأقران وتاركا الأصحاب، وها هو رسول الله يعود بعد سنوات في جيش قوامه 10,000 مقاتل مدججون بالسلاح، ورسول الله يدخل إلى مكة ويجمع أهل مكة، يجمع من آذوه، يجمع من عذبوه، فيقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول رسول الله ضاربا المثل في العفو والصفح: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا كلامك جميل جدا يا فضيلة الشيخ محمد، بس برضو عايزة أوضح لمشاهدينا، طيب العام الهجري الجديد ليه بدأ بشهر محرم مع أن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في الربيع الأول، مش كانتش في الوقت ده؟
الهجرة مختلف فيها، ولكن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بدأ التأريخ الهجري بشهر الله المحرم، وهو على أثبت الأقوال بأن هجرة النبي كانت في المحرم ولم تكن في ربيع. تمام. فعشان كده طبعا يعني الاشهر الحرم جميله جدا، والانسان ما يظلمش نفسه في الاشهر دي طبعا، ويكون في محبه و في الجاهلية يا أستاذة كانوا يحرمون القتال فيها، شهر الله المحرم كانوا يحرمون القتال فيه. طبعا فضيلة الشيخ، وده شهر جميل جدا، ولازم طبعا نستقبله بالفرحة والابتسامة والتفاؤل، وندعي طبعا لأولادنا ولكل أحبائنا. طبعا نصيحة فضيلة الشيخ للأمة الإسلامية حضرتك في الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. نصيحتي إلى من يشاهدني الآن وإلى من يستمع إلي الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فاستمسكوا بهذا الكتاب بالقرآن الكريم، واستمسكوا بسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا على قلب رجل واحد، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولأن الله يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيا أهل مصر أحبوا وطنكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه، وما إن هاجر إلى المدينة حتى قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كأن رسول الله يرسل برسالة لكل موحد، لكل متبع، لكل محمدي: أن أحبوا وطنكم وأن قدموا مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة. هكذا أمرنا من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لأولادي وأقول للشباب الذين يشاهدونني الآن: علي بن أبي طالب كان في ريعان شبابه، وإذا به يموت، وإذا به ينام على فراش النبي وهو يعلم أنه ربما يموت، ومع ذلك ضحى. وهناك من شبابنا الآن من يضحي بوقته على النت وعلى الشبكات العنكبوتية وعلى بعض يعني حلقات التواصل الاجتماعي وعلى بعض الشبكات وعلى بعض المواقع المنحلة والمحرمة. فأقول لهم: علي نام على فراش النبي، فأين نومك أنت؟ كل نفس ذائقة الموت، تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس، وكم من صحيح مات لا من علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. دمتم في أمان الله وحفظه وبالتوفيق إن شاء الله. بشكرك جدا فضيلة الشيخ طبعا محمد، يعني شرفتنا والله يعني بكلامك الجميل ده، وفعلا نصائح مهمة جدا للشباب والجيل كمان اللي جاي. طبعا شيء مهم جدا ان احنا فعلا ما نضيعش وقت، وناخد بالنا من صحتنا ومن نفسنا، وان احنا ما نجريش ورا اللهو واللعب اللي بياخدنا في السوشيال ميديا، وبنقع في اخطاء كتيرة جدا جدا. طبعا بشكرك فضيلة الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف، بشكرك جدا. طبعا مشاهدينا يعني عام هجري جديد على الأمة الإسلامية كلها، وإن شاء الله كده يعني تكون سنة جديدة كلها حب وكلها خير إن شاء الله. وأهم حاجة إنك تستقبل السنة بتفاؤل وأمل، بيبقى شيء مهم جدا جدا رغم الضغوط والحياة النفسية اللي احنا كلنا مرينا بيها أو لسه كمان بنمر بيها بسبب كوفيد 19 اللي غير أسلوبنا وطريقة حياتنا ونمط حياتنا وسلوكياتنا غير كل حاجة طبعا. وأتمنى إن احنا نستفيد من كوفيد 19 في كل حاجة، وكانت نعم كتيرة جدا جدا يعني كانت في ايدينا وللأسف احنا ضيعناها لأن معرفناش قيمتها إلا فيما بعد. طيب مشاهدينا، الفقرة الثانية الفقرة الطبية، وهنتكلم إن شاء الله عن الشعر وإيه هي أحدث تقنيات لزراعة الشعر وأسباب تساقط الشعر، وطبعا هنعرف برضو إيه هي الفرق بين البوتكس والفيلر والبلازما، وكمان إيه هي المضاعفات اللي ممكن تقابل أي سيدة فيما بعد مع الدكتور أحمد عبد السلام أخصائي التغذية العلاجية والتجميل. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار.
ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم، والنهارده بنتكلم عن موضوع مهم جدا، تساقط الشعر. وفي مشاكل كتيره جدا بتقابلنا بسبب تساقط الشعر، وكمان الفيلر والبوتوكس واضراره. دي شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا كويس جدا ان احنا نستعمله ازاي، وهل ينفعنا ولا لا، وانهي مرحله احنا بنستخدم فيها الفيلر والبوتوكس. وكمان البلازما دي برضو مشكله هتقابلنا اكتر، هنعرف اكتر واكتر وتفاصيل اكتر عن الحاجات دي كلها. معانا الدكتور احمد عبد السلام، اخصائي التغذيه العلاجيه وصاحب مركز نفرتيتي. اهلا بحضرتك يا دكتور أهلا احمد، بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب الله بالعام يحفظك، الهجري الجديد. طبعا حضرتك بألف صحة وسلامة، أستاذ ميرسي المساعدين كلهم. ميرسي يا دكتور. طبعا الموضوع بشكل كده عام يا دكتور احمد، يعني بيقابلنا تساقط الشعر بطريقه فظيعه، يعني سواء في المراهقين مثلا او بعد الولاده، الحاجات دي كلها بتقابلنا. طبعا الاسباب بتبقى كتيره جدا جدا طبعا، والعلاج احنا احترنا فيه برضو، في تقنيات حديثه دلوقتي بقت لزراعه الشعر. طيب امتى هنا اعرف ان انا محتاجه الى زراعه شعر؟ هو في الأول بس بنحدد الأسباب بتاعة التساقط. أسباب التساقط بتبقى في الأغلب من الإجهاد البدني، الإجهاد النفسي، زيادة فيتامين إيه أو نقص فيتامين بي في الجسم، نقص الصفائح الدموية أو الأنيميا يعني بشكل عام، كمان الثعلبة أو الذئبة. في الأغلب بنحدد كل ده بعد الكشف، يعني بنحدد الأول أسباب التساقط وأنواعها، وبعد كده بنحدد على الأساس ده طرق العلاج. طرق العلاج مختلفة، في سواء زراعة، سواء بلازما، أو سواء ميزوثيرابي. بنحدد الكلام ده كله بعد الكشف طبعا. يعني هنا في الاول لازم اروح اتجه الى دكتور واعمل التحاليل المناسبه لي على اساس اعرف السبب من ايه الاول. طبعا ده شيء مهم جدا، بعد كده ابدا اعالج بقى. بالظبط. او في طرق للعلاج كتيره. امتى نحدد سواء اي مرحلة فيهم؟ اه في الاغلب البلازما والميزوثيرابي في المرحله الاولانيه خالص، اللي هي بتبقى لسه في مرحله التساقط الاولانيه خالص، قبل ما البصيله تقع. اه بمعنى ان لو البصيله موجوده لسه بس ضعيفه، ممكن نلحقها ما تحتاجش للزراعه. مم. ففي الاغلب احنا لازم ناخد بالنا شكل شعرنا عامل ازاي، الكثافه بتاعته عامله ازاي، وبعد كده بنحدد نوع العلاج. البلازما والميزوثيرابي، البلازما استخدامها بسيط جدا خالص، يعني هي فكرتها سهلة جدا. يعني يا دكتور انا اعرف منين ان انا استخدم بلازما دلوقتي؟ كل ده يعني بيحدده الطبيب تمام في المرحلة الأولى. في المرحلة لو الاولى. البصيلة وقعت خالص، خلاص ما بقاش في بصيلة، دي محتاجة ايه؟ زراعة. تمام كده. البلازما او الميزوثيرابي عامة فكرتهم بسيطة. البلازما فكرتها ان احنا بنسحب عينة من الدم، بناخد الصفائح الدموية، البافي كوت من الدم، يعني من البيشنت، بتبقى عن طريق سحب مثلا عينه سواء 10 او 15 سم من الدم، وبنحطها في جهاز اسمه سنترفيوج. بعد كده بناخد الصفائح الدمويه اللي هي مغذيه اساسا، وفائدتها انها تعيد انتاج البصيلات من تاني. بتديها حيوية تاني، بتعيدها بالظبط، انتاجها من بتدي لها تاني. بتاخد وقت يا دكتور محمد الجلسه احمد؟ اه بتاخد وقت يعني؟ لا، نتيجة البلازما يا دكتور. بتبقى مختلفة من شخص للتاني على حسب، بس في الأغلب بتحتاج من 6 ل 8 جلسات. النتيجة بتبان من 3 جلسة، بيبتدي يطلع شعر اللي هو البيبي هير الصغير خالص ده. بعد كده بيبقى في الأغلب الجلسات بتبقى متوزعة بين البلازما والميزوثيرابي، ده لو الشعر في المرحلة الأولى، لو هنلحقه لسه في المرحلة الأولى. بتبان من 3 جلسة أو 4 جلسة في الأغلب، يعني بيبقى البلازما بيبقى بتاخد وقت طبعا، عمال تظهر في الاول وفي الاخر برضو، ما بتنطبقش على كل شخص، يعني بيختلف لطبيعة جسمه طبعا، ده شيء مهم اكيد جدا. طبعا، ولازم اكيد لازم نشوف اذا كان انيميك انيميا او لا. لازم نعمل التحليل المناسبه طبعا في الاول خالص. الميزوثيرابي كمان مع البلازما كويس جدا. الميزوثيرابي ده فيتامينز مخصوصه للشعر، بيبقى عباره عن ديوتاسترايد، مالتي فيتامينز، مينوكسيديل، بتغذي البصيله على طول. يعني مثلا احنا بدل لسه ما هناكل الاكل وجسمنا هيمتص وبعد كده يطلع للشعر وبياخد وقت والكلام ده كله، طبعا ده بياخد الحقن او الكلام ده كله تحت البصيلات على طول، بيغذيها وبيديلها الغذاء المناسب، بيمنع التساقط.
في اول جلستين، تمام. وبعد كده الكثافه بتبتدي تبان. مفيد جدا، مهم جدا ان احنا مع بالاضافه للبلازما والميزوثيرابي طوق الاكل، الخضار مهم جدا يا جدا دكتور جدا. احمد، كنت لسه اقول لحضرتك برضو بقى، يعني بعد كوفيد 19 او احنا لسه في الازمه دلوقتي طبعا، فقعدنا في البيت كتير جدا، يعني 3 شهور وخمس شهور والموضوع فعلا بدا يرجع تاني، لعله خير يا ان رب. شاء الله. فطبعا قعده البيت يعني علمتنا بقى النظام شويه، يعني فطرق العلاج في ان انا اخلي شعري كويس من البيت كمان يا دكتور احمد، يعني تغذيه مناسبه جدا مهم، الرياضه، الاكل. تمام. في البداية خالص غسيل الشعر كتير غلط جدا، وغسيله قليل غلط جدا، يعني احنا لازم نوازن. بمعنى ايه؟ احنا لو حطينا مثلا زيت على شعرنا طول الوقت، الشعر اصلا في طبقة زيوت، هو مش بيفرزها لو في زيوت اصلا انت حطاها طول الوقت. فاحنا في الاغلب بنوازن بين الاتنين. الزيوت المناسبة زي جوز الهند، زي السمسم، زي الجوجوبا، زي جنين القمح، زي زيت الحياة، الزيوت دي كلها مفيدة جدا جدا جدا. لو عملناهم تركيبة ممكن نعملهم حمام زيت قبل الشاور بساعتين مثلا، وبعد كده بناخد الشاور وبننشف شعرنا خلاص. يعني وده بيفيد في ايه يا دكتور احمد؟ بيخلي البصيلة بيغذي يعني الشعر، بيغذي الشعر وسميكة، ونستخدمه في الاسبوع مرة ولا مرتين مرتين؟ مرتين في الأسبوع. حلو قوي، برضه حاجات طبيعية وجميلة يعني في نفس الوقت. بالاضافه ما لاكل الخضار مهم جدا 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 للشعر، مغذي جدا للشعر. ما ينفعش نروح نعمل علاج من غير ما نعمل حاجه ونسيب حاجه، لازم كله يبقى متناسق مع بعضه عشان نجيب نتيجه كويسه. تمام. الاهمال، تقعدي تهملي شعرك سنه سنتين، ده غلط جدا. لازم البدايه تهتمي. التساقط طبعا موجود في كل الناس، بس بس لما بيبقى بكثافه، ده لما أقلق على اه طول. لما بيبقى كثافه في المشط مثلا، في التسريحه وكده بيبان، لا تقلقي على طول. لازم تتابعي او تشوفي حل للموضوع ده من طيب البدايه. عندكم في المركز نفرتيتي يعني بتبتدي منين بقى من هنا؟ يعني بتتابع الشعر ازاي؟ بتمشي اجراءات ازاي؟ طرق العلاج ازاي؟ وفي نفس الوقت هل السيدة دي وكمان الرجالة، يعني ده أكيد طبعا. شيء مهم جدا وليهم دور برضو يعني في ان هو يزرع شعر او يهتم بشعره، ده شيء مهم جدا. أكيد يعني طبعا. المراحل حضرتك بتبتديها ازاي؟ كل حاجة بتبتدي في البداية بالتشخيص، التشخيص مهم المناسب جدا. هو طرق العلاج. أنت شخصت كويس، خلاص هتعالجي كويس. طبعا بنبتدي بالتحاليل المناسبة. بعد ما نشوف التحاليل بنبتدي نشوف التساقط ده من قد إيه، بقاله قد إيه. العلاج طبعا بتاع الشعر بياخد وقت، على الأقل خلاص 6 شهور. لازم نكون صبورين، ولازم كمان نتابع كويس، سواء أدوية مناسبة لكل بيشنت، كل حالة يعني، سواء متابعة كويسة في البيت، سواء تعليمات، سواء طرق تغذية، بالظبط. رياضة. الرياضة مهمة جدا جدا جدا. التعرض للشمس كتير برضه للشعر غلط جدا، وعدم تهويته برضه غلط جدا. يعني نوازن يعني احنا نعامل الشعرية على اساس حاجة غالية علينا جدا وحاجة بالظبط. بيبي الشعر يعني. تاج المرأة أصلا. فعلا تاج المرأة، وفي نفس الوقت احنا بنتعامل معاه كأنه يعني حاجة جامدة معانا، مع ان هو يعني التسريح كمان يعني بيبي في التعامل. طبعا يعني. طيب، نصيحة جميلة جدا لحضرتك يا دكتور احمد، ويا ريت طبعا نعمل بيها لان ده شيء مهم جدا. برضو عايز اعرف من حضرتك دلوقتي بقى فيه بقى مشاكل كتير وكلام حول البوتوكس والفيلر والبلازما، وفي انواع كتيره للبوتوكس، يعني في ناس بتقول لا ده يعني فيما بعد بيعمل حاجات طبعا مش كويسه. ففي الاول عايزك توضح للمشاهدين اول حاجه الفرق بين البوتوكس والفيلر والبلازما، وازاي السيده تعمله، يعني مين المحتاج ان هي تعمل الحاجات دي برضو. في البداية استخدام البوتوكس والفيلر، الفرق بينهم ايه؟ البوتوكس تجاعيد متحركة، بمعنى ان هو بيرخي عضلات، تمام كده، بنستخدمه في الجبهة وعلاج علامات الغضب وعلاج التجاعيد حول العين، تمام كده. ممكن يعني حضرتك المربع اللي فوق ده كله بالظبط للبوتكس. بالظبط كده. ده يعني البوتوكس هو استخدامه ان هو بيرخي عضلات بس. يعني انت لما نيجي نحرك عضلات، سواء الجبهه او علامات الغضب او اللي حوالين العين مع الضحكه بتبان اكتر، هو بيرخي عضلات بحيث ان انت لما تيجي تعملي رياكشن يعني او كده، خلاص هي ثابته ما فيش فيها مشكله. كمان بنعالج بيه اللثه الفمويه،
مع الضحكه بتبان اللثه، فممكن نحقن بوتوكس في الشفايه العلويه بيثبتها فما بتبانش اللثه مع الضحكه كمان. الفيلر باستخدامه هو اصلا هيلورونيك اسيد، مواد صناعيه بنستخدمها لعلاج الانسجه المتضرره مع الزمن. بمعنى ايه؟ ان مع مرور الوقت مع مرور الزمن جسمنا بيفقد الانسجه او الكولاجين في الجسم، دي مشكلة يا دكتور أحمد برضو، كبيره كمان جدا مع كبر السن بتبان. 50 سنة أو حاجة برضو بتبان طبعا. بتبان بقى في التجاعيد الثابته زي خطوط الابتسام، خطوط الحزن تمام حوالين الفم، كمان شكل النحافه في الوجه بيبان اكتر مع السن. فالفيلر بنستخدمه كعلاج سواء كمال كتجميل يعني او كعلاج للبشره. بنستخدمه كله في الحق، انواعه كتير، في انواع مضره كتير جدا ده جدا الفيلر جدا. ولا البوتكس بقى؟ الفيلر الفيلر ليه انواع كتير وانواع الدايم ده افضل مضر، نوع ايه طيب؟ ولا هو بيختلف، حتى ميدين المانيا او اي في انواع في كتير بس هو بيختلف من دكتور لدكتور على حسب استخدامه على حسب تقييمه للعيان. للحالة. بالظبط، بنعالج بيه كمان الهالات السوداء وملء الخدود وتعديل الانف، تعديل الشفايه، تعديل خط الفك. بنستخدمه في حاجات كتير يعني. طب مدتهم قد ايه بقى يا دكتور احمد؟ يعني انا لو حقنت بوتكس مثلا، في ناس كانت بتشتكي في الاخر بتقول لا والله ده ما عادش اسبوع او اسبوعين، هل ده بيتوقف على نوع البوتكس ولا يتوقف على الدكتور ولا يتوقف على ايه؟ الحاله ممكن ما يقوس منها، فبالتالي النتيجه يعني معروف البوتكس 6 شهور بيقعد او سنه، متهيألي دلوقتي بقى يقعد اسبوعين. البوتوكس عموما يفضل ان انت تحقني بدري، يعني مثلا واحده عندها 30 سنه وواحده عندها 35، واحده ابتدت تحقن عند 30 وواحده ابتدت تحقن عند 35، الاثنين لما يوصلوا مثلا لسن 40 اللي ابتدت تحقن على 30 بتبان اصغر لان التجاعيد ما بتكونش خدت الشكل الغائر بتاعها. ناخد بالنا من النقطه دي، مهمه جدا ان تمام، انا اعمل بدري علشان اللاينز او الخطوط ما تبانش ما اكتر. تبانش اكتر. تمام، بيبان بعد قد ايه من وقت الجلسه؟ بيبان تقريبا من 3 أو 4 أيام. طب احنا لو معانا صور برضو المخرج يجيبها لنا برضو نوضح مفيش مشكلة، اكتر. بيبان من بعد 3 أو 4 أيام. بنحتاج ريفيل ريتاتش، بنستخدمه كمان رفع الحاجب أو العين تمام، شكل العين، سحبة العين يعني. الفيلر بيبان على بعد الجلسة على طول. البوتوكس استخداماته مختلفة جدا جدا جدا. الفكرة كلها غير النوع، غير ان هو يكون معتمد من الاف دي اي، الدكتور ذات نفسه كمان. طيب انا سمعت برضو دكتور احمد ان البوتكس بيضيع الصداع شوية يعني، او بيخفف الصداع، فهدي معلومة صحيحة انا متهيألي. هو ارتخاء للعضلات ارتخاء لعضلات الوجه، فخلاص انت يعني عضلاتك مختفيه ما فيش اي صداع. بنستخدمه كمان في علاج التعرق الزائد تحت الابط تمام كده، وبنستخدم كمان البوتوكس في علاج مشاكل الفك. يعني مش تجميل بس، ممكن اعالج حاجة في الجسم ممكن زي ريحة الجسم او حاجة زي كده. العرق الزائد هو الفكره ان هو بنستخدمه بيوقف التعرق الزائد يعني. كمان بنستخدمه في المضغ مثلا، لو الفك في المضغ بيبقى فيه مشكلة أو بيعمل ارتخاء للفك، هو الفكرة بتاعته كلها إن هو بيعمل ارتخاء للعضلات طيب فما بيبقاش فيه مشكلة في المضغ يعني. مظبوط طبعا. يعني احنا بنحاول ان احنا نعرف مشاهدينا اكتر يعني ازاي يستخدموه في نفس الوقت، ولكن للاسف في الاخر اشتكوا ناس كتيره جدا وسيدات اشتكوا من الموضوع، على اساس يعني ان بيبقى ليه فيما بعد مضاعفات، او ممكن بيحصل الرياكشن بتاع الوش بيتغير سواء فيلر او بوتكس. فحضرتك قلت ده للدكتور وممكن نوع كمان البوتكس او الفيلر. طيب اخد بالي ازاي بقى ان انا النوع ده كويس؟ ان انا هل اتكلم مع الدكتور الاول؟ هل ان انا ابقى فاهمه وانا رايحه الانواع ايه وان انا استخدمه في ازاي؟ لغايه دلوقتي بيبقوا مش عارفين الفيلر ايه والبوتكس ايه، لكن حضرتك وضحت دلوقتي انا ابقى فاهمه وانا رايحه الانواع. اكيد طبعا، انت بتبحثي كمان على النت الانواع دي معتمده من الاف دي اي او لا، بيبقى ليها سيري نمبر على المواد ذات نفسها. بتشوفي ساعات يعني بتفرق من حاله لحاله،
النوع اللي بيفضله الدكتور. يعني مثلا هو بيبقى الكثافة بتاعة الفيلر بتختلف مثلا تحت العين غير مثلا حقن الخدود، تمام كده الكثافة بتاعة تحت العين أقل شوية لأن هو منطقة يعني حساسة. قصد حضرتك الهالات السوداء اللي بتبقى تحت العين دي ممكن. الكثافة بتاعة الفيلر بتبقى أقل شوية، النوع بيختلف. الخدود عايزة فوليوم كتير، عايزة حجم كبير، فبنستخدم نوع تاني، فهو بيفرق في كده بيفرق في الانواع على حسب المكان كمان، انا كمان. تعليق هعمل فين في انهي مكان في الوش بالظبط، مثلا. النوز غير اللبس، تمام كده الخط الفك بس بيفرق في الكثافة. انت عايزة تملي قوي كتجميل كشكل ولا عايزة تعالجيه؟ كمان بنستخدمه في علاج حب علاج اساق حب الشباب، الحفر اللي في الوجه ده استخداماته كتير الفيلر. جدا. ازاي بقى يا دكتور احمد استخدمه؟ هو عبارة عن دهون صناعية بتخش بتحفز انتاج الكولاجين في الجسم، بيبتدي الأنسجة تتجدد من نفسها، بيبتدي البشرة تستعيد نضارتها، رونقها، ملمسها، تعرف في إنها سن المراهقة مشكلة كبيرة جدا بتقابل الشباب أكيد طبعا في المرحلة دي، فطبعا حب الشباب بيقعدوا يلعبوا فيه وبيقعدوا مش عارفة ايه، فبتسيب علامة طبعا وأثر. بس المشكلة كلها ان طريقة التعامل ازاي مع حب الشباب للمراهقين، حضرتك بتقول ممكن الفيلر، بس السن ده ينفع ليهم ولا قدام شوية سن؟ كعلاج، كعلاج حفر، علاج حفر بعد حب الشباب، تمام نستخدمه كعلاج، تمام مفيش مشكلة فيه. كتجميل عادي مفيش مشكلة، حتى سن 17 18 مفيش فيه أي مشكلة خالص. هو بيقعد حوالي من 6 ل 9 شهور وأبزورب جدا للجسم، الجسم بيمتصه مفيش فيه أي مشكلة خالص، بيدوب بعد الحقن بعد 2 أسبوع بالظبط في الانسجه. ممكن بعد الجلسه يحصل شويه كدمات مكان الابره او زرقان، طبعا ده لفتره مؤقته جدا طبيعي، لما يكون مثلا عندك مناسبه او كده لازم تيجي قبلها ب2 أسبوع. قبلها بأسبوعين عشان أبدأ أقيم وأعرف هبتدي إيه، ولو حصل لان مضاعفات أبدأ ألحقها أعالجها بسرعة. بالظبط حلو أوي. بيبقى فيه شويه زرقان شويه كدمات، ده طبيعي جدا ان هو يحصل، وارد جدا ان هو يحصل، بس مش في كل الحالات يعني بيحصل، تمام. بنتابع طبعا بالأدوية المناسبة، وبعد الحقن الدنيا بتهدى شوية، خلاص يعني بنتعامل طبيعي أصلا جدا يعني بعد الجلسة على طول، مفيش فيها أي مشكلة خالص. طبعا شيء مهم جدا برضو ابقى عندي توعية كده وثقافة بخصوص الحاجات دي، لان طبعا بيحصل في الاخر كلام على اساس ان بيحصل في ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا بيطلعوا بيقولوا ده النتيجة عشان انا حقنت، يعني النسب مش عارفة ازاي بقى الدكتور اللي بيحددها. طبعا بتلاقي دكتور الشفايف بقى عايزين يعملوا الشفايف مثلا بتلاقي حصل عكس ما هي عايزة تماما يعني، والمشكلة ان ده ملهوش علاج. فالموضوع دقيق جدا جدا، يعني الواحد لازم ياخد باله كويس قوي قوي لان بيحصل فيما بعد مضاعفات، وهي دي المشكلة. طب حضرتك قلت معلومة جميلة يا دكتور احمد ان انا اعمله من بدري، يعني من سن 30، لان الحفر والحاجات دي ما اتعلمش قوي فيما بعد في وشي يعني. طيب هل يعني برضو انا عندي رياضتي وعندي الاكل وعندي الحاجات دي، برضو اهتم ببشرتي ازاي في الحاجات برضو الطبيعية قبل ما اتجه للبوتكس؟ تمام، اهتمامنا بصحتنا طبعا شيء مفيد عشان تقوية المناعة في الأساس، طبعا كلنا عارفين كوفيد قضى علينا كلنا، طبعا الله طبعا. المستعان يا رب. ف احنا بنبتدي يومنا الصبح بدري، بنشرب كوباية مية أو كوبايتين على غيق، تمام. بعديها مثلا ممكن ربع ساعة الفطار، بعديها بناكل سناكس خفيف، بعديها الغداء. طبعا بيفضل الأكل الصحي اللي فيه كل العناصر الغذائية المفيدة جدا للبشرة والجسم عامة، ما نزودش في نوع معين مثلا من الأكل سواء بروتين أو نشويات على حساب التاني، لازم يكون كل العناصر موجودة. مهم جدا طبعا. طبعا أكل بالليل ده خطر جدا، مش مفيد خالص. لو جوعنا خالص بالليل ممكن فاكهة، عصاير، زبادي، ده يفضل يعني في الأكل. الرياضة ومشي ربع ساعة كل يوم ده مهم جدا، الحاجات دي سهلة جدا للمناعة. معلقة عسل عريق برضو كويسة جدا. ناخد بالنا بقى من صحتنا كده، لان الاوان يعني الفتره اللي فاتت دي كلها لخبطه والواحد كان قلقان ومتوتر، فطبعا بيبان على الشعر، شعرنا بيقع، بيبان على بشرتنا، بيبان على وشنا طبعا، على التغذيه بتاعتنا.
ما بقتش موجودة زي الأول طبعا. طب حضرتك تنصح بمسكات بسيطة كده أو حاجات ممكن بعد بقى البوتكس أو الفيلر، ولا لا هو ما يستدعيش أي لا ما ماسكات أو أي يستدعيش، حاجة؟ هو في حد ذاته تجميل يعني. اه هو عادي يعني ما استخدمش لا كريمات مرطبة ولا أي حاجة ولا ممكن بنسينول بس يعني بيفضل بعد الجلسة يعني، ما فيش مشكلة بعد الجلسة على طول، ومرطب ومكان الحقن يعني مكان انا مش الزقن. عارفه برضو الصور كنت عايزاها المخرج ينزلها لو الصور موجوده يعني عشان برضو مشاهدينا يبقوا عارفين اكتر معانا. طبعا يا دكتور انا برضو بحب ابين كل حاجه لمشاهدينا اكتر، لان طيب يعني انا دلوقتي كواحده عايزه اروح اعمل البوتكس، انا اقول مثلا اهو يعني اخف وفي نفس الوقت يعني حاجه بتبقى ايه يعني مضمونة شوية، يعني أنا خايف مثلا أعمل في شفايفي أو في حضرتك بتعمل النحت كمان هنا، ده يعني بيبقى صعب شوية. فيعني البوتكس هل أنا مثلا بعد ما أحقنه يعني ما أعملش رياكشن معين، أو في خطوات بعد كده أنا بعملها بعد البوتكس على أساس ما أضرش نفسي وفي نفس الوقت النتيجة تبان كويسة؟ بتبان بعد قد إيه نتيجة البوتكس، وإيه هي الحاجات اللي أنا ما أعملها بعد ما حقن البوتوكس؟ ما هو البوتوكس عامة زي ما احنا قلنا بيتحقن في العضلات، بيعمل اغتخاء. في الأغلب بنقعد ساعة ما بنوطيش وشنا لتحت ثابتين، دي كل التعليمات تقريبا اللي بتبقى موجودة. بنعمل تيست في الأول قبل الحقن، نشوف إذا كان في حساسية أو لأ. المشاكل اللي بتحصل ممكن تكون في الإكسبكتيشن، في التوقعات. بمعنى إيه؟ إن في حد جاي عايز صورة فنان معين، عايز ممكن ما تكونش لاقي عليه أو مش هتليق عليه. ففي الاغلب الدكتور لازم يحدد الاجراء اللي هياخده معاه، يعني الاكسبكتيشن بتاع المريض ما يكونش عالي، او لازم ياخد اللي يناسبه بس. اه مظبوط. تمام كده. اه المشاكل اللي بتحصل في المريض، ان هي عايزه تزود، عايزه اجمل، سن الطمع شويه. دي مشكلة يا دكتور احمد، وفي الاخر بيحصل مشاكل كتيرة وممكن نجيبها عند الدكتور فيما بعد، فدي بتبقى طب يعني هو نسبة وتناسب يا دكتور احمد اكيد متهيألي. طبعا الجمال كله نسبة وتناسب، وهي عين خبير بتشوف ايه اللي مناسب وايه اللي ينفع بالظبط وايه اللي ما ينفعش. نحت الفك بيبتدي ممكن خيوط، ممكن فيلر، تحديد خط الفك. خيوط في الاغلب بتبقى كويسة جدا، سواء الخيوط بي دي او او الكوج او المونو او الدبل سكرو. كل ده بيحدده طبعا الدكتور على حسب البيشنت اللي قدامه، المريض يعني اللي قدامه او الحاله اللي قدامه، المناسب ليها، اللي ينفع معاها او اللي ما ينفعش معاها. الخيوط كويسه جدا. بس هل في سن معين يعني، ولا في أي مرحلة عمرية ممكن أعملها؟ يعني حضرتك تنصح بإيه؟ في الاغلب بتبقى يعني في سيدة بتاخدها من تجميل في الأول، أنا يعني ممكن حد يكون تخين وخس ففي ترهل، ممكن حد يعني السن تقدم شوية فهو عايز يرجع شباب تاني. بتختلف طبعا من حد للتاني الإجراءات أو كده يعني، كل ده طبعا عن تحديد عن طريق الطبيب يعني. طبعا. الخيوط كويسة جدا، بتقعد فترة كبيرة، في بيقعد سنة وفي بيقعد 5 سنين. إجراءها سهل تقريبا، بتقعد حوالي نص ساعة أو حاجة زي كده في العيادة، أو ساعة بكتير يعني. بيكون في بنج موضعي، ما فيش في منها اي خطورة او اي او اي او او اي مشاكل ممكن تحصل يعني. خبرة الطبيب طبعا بتفرق في الكلام ده كله. طبعا شيء مهم جدا، وكمان يعني الحاجات دي احنا بنحاول برضو نبقى يعني مهتمين بيها قوي قوي، لان هي انتشرت في الفترة الأخيرة بطريقة فظيعة، وطبعا استخدامها وانواعها والحاجات دي لازم تبقى مظبوطة وصح صح كويس جدا وفي المكان المناسب طبعا، علشان فيما بعد بيحصل مشاكل ومضاعفات بتقابلنا، والمشكلة كمان ما بنعرفش ان احنا نقدر نعالجها. يعني في دلوقتي لبستيك الشفايف كتير جدا على السوشيال ميديا دكتور احمد مبينه ان ازاي حصل مشكلة كبيرة جدا في الفيلر الحقن الشفايف، فالنتيجة بتبقى ايه؟ متهيألي ما فيش حل، ولا بيبقى في شفط فيما بعد، ولا لا بيبقى في حاجة اسمها هيليز، دي بتتحقن بعدها، بتدوب الفيلر اللي موجود يعني لو في مشكلة كبيرة يعني. بس في الأغلب
الكلام مع البيشنت مع المريض هو اللي بيفرق في البدايه خالص، الاكسبكتيشن بتاعته انت عايزه توصلي لمرحله ايه. يعني مثلا ما ينفعش حد يجي يقول لي انا عايز اللبس بتاعت انجينا جولي مره واحده كده، لا، مع انها يعني ما هي مشهورة كويسه وكل حاجه بس ممكن ما بتليقش على اي حد يا دكتور، او ممكن طبعا يحصل مضاعفات لو، الرسمه ذات نفسها بتفرق كمان، شكل تحديد بس هي طبيعية ما انجلينا اكيد جولي طبعا الصراحة يعني. اكيد يعني. سبحان الله فعلا. فهي الموضوع كله بيتوقف على ان انا عايزة زي فلانة، فهو دلوقتي الوشوش كلها بقت شبه بعض. فيعني نصايح حضرتك برضو يا دكتور احمد، يعني لان الموضوع بيختلف فيما بعد على كل سيده، ان انا اتجه فين وان انا اتبع الخطوات ازاي. انا لو عايزه مثلا عندي مشكله، عندي مثلا تشوه في حاجه في وشي، حضرتك ممكن تعالج الموضوع ده بالليزر او بالفيلر او بالبوتكس؟ مركزنا فيه متخصصين كتير طبعا، بالإضافة جراحين تجميل، دكاترة تغذية، كله دكاترة جلدية بيقدم كل الخدمات طبعا. كل مشكلة إن شاء الله وليها حل، كله بعد التشخيص وبعد التقييم للمريض. استخداماتنا كتير، ليزر، بلازما، ميزوثيرابي، حقن دهون ذاتية أو زراعة شعر، فيلر أو بوتوكس، كل استخدام على حسب التقييم بتاع المريض وهياخد قد ايه وقت، وايه المناسب ليه وايه اللي مش مناسب ليه. احنا بنتعامل مع كل حالة. مختلفة عن التانية اكيد طبعا، طبعا لأن الشخص بيختلف بطبيعة يعني جسمه والتغذية بتاعته والرياضة طبعا بيختلف. بالظبط، برضه ما ينفعش تيجي تقولي انا عايزه زي صاحبتي مثلا او كده، مش كله يلي يعني. مثلا ايه حتى يا برضه دكتور، يعني اجيب لك الصورة وعايزة زي دي في كده على طول؟ الاستخدامات برضه كمان، مثلا يعني هنقول مثلا سان بلوك مثلا، يعني صاحبتي جابت سان بلوك كويس كويس ليها هي، بس هو ممكن ما يليقش عليكي، مش نفس نوع البشره، مش نفس اللون. فالفكره انت لازم تختاري اللي يناسبك انت، لازم تعرفي ايه المناسب ليك انت. ده شيء مهم جدا طبعا. احنا عندنا التقليد، وعندنا ان انا اعمل زي فلان، ومشكلة كمان عندنا السوشيال ميديا بدأت يعني تتدخل في الموضوع، ان انا المنتجات بقى اللي هي على السوشيال ميديا اللي خاصة بالبوتوكس والفيلر والحاجات دي، طبعا في سيدات كتيرة بتجيبها وبتعملها في البيت، بتتعود، هي بتقول زي حقنة الانسولين يعني. فانا مش عارفة بقى المخاطر بتاعت الحاجات دي بتوصل لإيه. حضرتك برضو تنصحهم بإيه يا دكتور احمد لا يعني؟ طبعا لازم يتابعوا مع متخصصين، لازم الحاجة اللي بتجيبها تكون معتمدة ولها ترخيص ولها سيريال نمبر، الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. أضرارها ومشاكلها ممكن ما تتحلش غير بعملية، ما تتحلش غير بعملية جراحية ومكلفة جدا، طبعا يا دكتور. فهي لازم تعرف هي جايبة ايه، منتج ايه. زمان مثلا كان في الخليج بينزل مواد فيلر دايم، الستات كانت بتفرح ان هو بيقعد كتير، بس بعد فترة 7 سنين مثلا أو حاجة الحاجات دي كلها الأنسجة اتليفت طبعا. والوش بدأ يزرق، ففي مشكلة كبيرة. خلاص هي مضطرة إنها دلوقتي تخش تعمل عملية، في وجع كمان مع اللمسة أو كده، هي مضطرة خلاص. فهي طبعا يعني نصيحة لكل مشاهدينا طبعا، السوشيال ميديا والحاجات اللي بيعلنوا عنها في حكاية البوتكس والفيلر طبعا دي حضرتك غلط جدا زي ما انت قلت طبعا أكيد يعني. طبعا طيب في الاخر بشكرك جدا يا دكتور احمد على اللقاء الجميل ده بجد يعني، ونصايح حضرتك الجميلة. فيعني اتمنى من مشاهدينا برضو يكونوا استفادوا ان مش اي حد يعمل فيلر او بوتكس الا يعني للضرورة كمان يعني، وللتجميل ايضا يعني. اشكرك جدا يا شكرا دكتور لك، احمد. شكرا جزيلا. ميرسي يا دكتور احمد. طبعا مشاهدينا، اهم حاجه الثقه بالنفس، اهم حاجه ان انت تكون واثق في نفسك، هو اللي بيبان جمالك على الوش طبعا، مع يعني حاجات جميله جدا انت ممكن تتبعها طبعا. وبنشكر ضيفنا العزيز النهارده الدكتور احمد عبد السلام، اخصائي التغذيه العلاجيه والتجميل وصاحب مركز نفرتيتي. مشاهدينا اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.